السلام عليكم خياتي خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. عندي اليوم راح ندير معكم وصفة قديمة، يعني وصفة زمان، يعني كامل نحبوها، لكن يقولوا لك باللي الجديد حبوه القديم لا تفرط فيه. اذا راح ندير الدولمة تاع القرعة. عندي هذه القرعة الكبيرة، كامل الناس تحير واش دير بيها، تحير تخليها في جيدان حتى مسكينة تذبل ويقيسوها. انا راح نديرها اليوم دولمة. نقطع هذه القرعة هكا لأنه الحبة كبيرة، نديروها بهذا الشكل. كما تعرفوا كيفاه تخويو لداخل القرعة خياتي يا أخي، نحكمو راس على المغرفة. واللي ما تعرفش، المبتدئات، البنات اللي ما كاش اللي يعلمهم ولا ما عندهمش كيفاه يتعلموا، نحكموا المغرفة ودوروا القرعة في يديكم وما تلحقوش حتى الأسفل لأن ما عندهاش قاعدة، يعني نخليو هذا هنايا ونكرتو كامل الزريعة كما كنت تشوفوا. بهذه الطريقة شوفوا، تبعوا دائرة تاع يدي كيف راني ندور فيها خياتي. هذا بالنسبة للي ما يعرفوش، البنات الصغارات، وكاين بزاف بزاف ما يعرفوش كيفاه يطيبوا ولا ما كاش شكون يعلمهم. اذا غير بالعقل، ما تلحقوش الاسفل. نكمل كامل الكورجات تاعي نخويها. اذا كملت الكورجات تاعي خويتها كامل. دوك راح ندير المرقه، ندير بصل اللي تقلى مليح. بعد ما سخنت الزيت ندير البصله، ندير نص، نخلي شويه الحشوه، نخلط، نخلي البصله مليح تتذبل. تبعوا معايا البنات المبتدئات باش تتعلموا، بيقولوا عليكم شاطرات. نقلي مليح البصله تاعي حتى تذبل كامل. بعد ما تقلى البصل مليح، نزيد طماطم مسكرفجه، زوج حبات طماطم، نحيت لهم الزريعه والقشره، سكرفجتهم، نخلط، نقليها مليح حتى تتقلى. بعد ما تقلات الطوماطيش والبصل مليح، ندير ملعقه عكري، شطبة تاع زعترة، شوية فلفل أسود، راس الحانوت. عندي زنجبيل اختياري، أنا نحب نديرو في كل طبخة تاعي لأنه دواء، هذا دواء. هذا نخلطو مع بعض، توابل دايما ما نخليوها، ما نديروهاش في الأول. عندي ملعقه صغيره، نصف ملعقه صغيره ملح، نخلط. خياتي على قلت لكم التوابل ما ديروهاش ناس في الاول على خاطر بنتها تروح، كي تقلو مليح حاجتكم ديروا التوابل. عندي جلبانه معها حبه فوله، قلت لها والله ما نرميها، كي نطيبها وعلاش نحكر فيها. نخلط الجلبانه تاعي مليح، الدولمة دائما تتمشى معها الجلبانه خياتي، اللي ما عندوش باه يدير حميصه ولا يديرها هكا، هي في الحق تتمشى مع الجلبانه هكا، تعلمنا من الجدات بكري واليمات. بصح دوكا كل وحده هي عجب فيها، حنا نحوزو على الاكلات الاصليه. نخلو تتقلى شويه باه نمرقوها. بعد ما تقلات عندي ماء سخون مرق، نغلق عليه ونخليه حتى يغلي باه نرمو. نجيو نوجدو دوكا الحشوه تاعنا تاع القرعه. اذا بسم الله، عندي كميه تاع اللحم المرحي حق 20000 ولا 15000 اللي قدرتو عليها، معليش. عندي شويه رز مغلي واحد 6 دقائق 8 دقائق في الماء، ماشي بزاف. اللي ما يحبش يديرو معليش، انا نحب دائما الدولمه بالرز. وعندي معدنوس مقطع رقيق، نحب الرز في الدولمه. عندي توابل فلفل اسود،
راس الحانوت زنجبيل قلت لكم نحبه لازم ماشي اختياري. عندي ملح، قرفه ضروريه في الدولمات خياتي، هذا هو السر تاع تاع الدولمات بنينه، القرفه. وعندي شويه كمون. يكذبوا عليكم اللي يقول لك بلي القرفه تندر غير في الحلويات، ولا ضروريه في الدولمه خاصه الحاجه المحشيه. وعندي شويه بيض، حبه بيض بصح ما نديرهاش كامل، ندير شويه برك. ملعقه زيت ونخلط هذا مع بعض. خياتي اللي ما عندهاش اللحم المرحي تقدر تستغنى عليهم، يعني دير شويه رز ودير شويه خبز يابس ودير حشاوش كامل، قزبور مع عدلوس. وهي دارت فطورها بلا لحم، يعني ماشي شرط اللحم، الوحده تسلك روحها. ثاني انا من داك نديرها بلا لحم تجي رائعه رائعه رائعه، يعني بنتها لا تقاوم. صح كا كدوزنيها مليح وتخليها تتقلى. ان شاء الله تكون وصلتكم الفكره، خاصه اللي ما يعرفوش. انا يعني عارفه بزاف يعرفوا، لكن كاين اللي ما يعرفوش، وهذا هو الشيء الاهم، نوصلوا الفكره للجميع. كما هكا راهي حكمت روحها. نعمر القرعه تاعي، ما نعمرهاش حتى للفم لانه الرز راح يتنفخ. نضغط عليها شوي هذا هكذا، راكم كامل تعرفوا الدولمه. بتعمروهاش مليح حتى للفم، كمل كامل الحبات التوعي. كملت الجورجات حشيتها، واللي في الحشوه اللي فضلت لي درتها بولات صغار هكايا، ما كبرتهمش لانه راح الرز حيتنفخ ويكبروا. نشوف المرقه تاعي واذا غلات. عندها واحد قريب 10 دقائق وهي هكذا. صافي دوكا ندير الحبات تاع القرعه تاعي هكا. هم داوي عمول داخل كما هاك، نغرقو ونخلوها طيب في غلبها حتى ينقص الماء كامل. الدولمه راهي طابت تقريبا، هي قريب طيب. نديرو لي بولات تاع اللحم هادو. نخلي نغلق عليه ونخليه حتى يكمل، ودرت قرن حار قبيل في نص طياب، درت قرن حار ونخليه يكمل طياب في غرضه. الدولمة تاع القرعة الكوغجيت راهي وجدت، خليت فيها لاصوص شوية ماشي بزاف، هاي خضرة. نديرو في طبق التقديم ونوريكم التزيين في الأخير. طبق اليوم الدولمة تاع القرعة محشية بحشوة اللحم، يعني المخلطة. إن شاء الله تكون عجبتكم خياتي، ولي ما تعرفش تكون تعلمت من هذه الوصفة تاع اليوم. قدمتها مع خبز الكوشة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها خوتي خياتي. هذه الوصفة تاع نهار اليوم سهلة، وصفة تقليدية أصيلة. الجديد حبوه، القديم لا تفرطوا فيه. ما تنساوش خاوتي جامل الفيديوهات وبارطاجي والاشتراك، وكلوا كاع على فامي تاعكم. يلا روحوا نشاركوا في المطبخ الفراشه، تهلاو في روحتكم خاوتي خياتي. راح تلقاو الوصفه في صندوق الوصف ان شاء الله، والى الملتقى ان شاء الله.